تاخد مرة تفاحك ممبار وكرشة. نو طب اسمعي بقى البقين دول. طيب واضح انك مش فاضية، هاجي وقت تاني بقى. احمد ربنا ان هي دلقت عليك ميه سخنه، مش احسن ما تخيب خيبتي وينزل عليك دش بارد في عز طوبه كان تلج. صدق لا انا دخلتي كانت في طوبه في ناوه الطرطور. على فكره انت ما بتصدق كده اهو، تجيب سيره النسوان عشان تجرجرنا للكلام عن خيبتك التقيله. احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي يا فؤاد؟ نشف. ولا ما هو طبيعي ان حمار حصاوي زيك يقول كده. الجرح واحد زي الموت بالظبط، تعددت الاسباب والجرح واحد. ما هو انا اللي جبته لنفسي، انا عارف ان انا اللي جبته لنفسي. يعني الواحد ياخد صابونه يقوم يتاثر عاطفيا، يقوم يطلع على الخماره يشرب له كاسين، يطلع على غرزه يشد له حجرين، ربنا يهديه فيروح جامع يصلي له ركعتين. انما انا فلاحتي جابني الترب عند فيلسوف الغبره. اسمع كلام اللي بيفهم عنك. شوف اوعى تحب، لا تحب حد ولا تحب حاجة. الحب زي السيجارة، أوله سعال وآخره لسعال. بقولك يا فؤاد، لو عندك كلمة حلوة قولها. ها؟ ما عندكش؟ ادفن بقى على الكلام كله. انت بتنشف بإيه؟ يعني انت في الترب تفتكر هنشفك بإيه؟ مناديل معطرة كفن. ايه؟ أعوذ بالله عليك راجل معقد صحيح، هي ناقصة نحس كفن. هتريقيني عمال اقول القماش ماله مقدد ليه كده؟ انت مالك اتفزعت كده ليه؟ ما احنا كلنا هنموت. شوف شافك الشوافان وجرب الطوفان صحيح راجل معقد، قال شوف قال وانت هتفرجني على مجله، ده كفن يا شيخ. اقرفك ولا ايه؟ خد عليه، ده قطن مصري طويل التيل عليه. تشكر يا منبع الجدعانه يا بير الشهامه، الهي ربنا يكرمك وتتجوزي راجل كده يكون كامل الرجوله، ربنا يكرمك وما يرميك فيها ابدا، الهي ربنا. خلاص يابا بلاش نظام الشحاتة ده، المهم بس ما تعملها ليش حلوانة في سلوانة وتقلب الدكانة مخزن للزبالة اللي بتباعها. ربنا يكرمك بزير كلوريكس تقعي فيه عشان يطهر لسانك من السم اللي فيه. جرى ايه يا بابا؟ انت هتلبخ ولا ايه؟ يلا اخويا يلا ذوق جبلك لور ده في شوية هوا. يعني مش لو كان ربنا خلقك وحشه بس بلسان حلو مش كان يبقى احسن؟ على فكره يا بنت انت حبوري وهتعنسي ومش هتلاقي حد يبص في خليتك، وانا كنت على وشك اعجب بيكي بس انت ضيعتي الفرصه. نسيب سوق الرجاله ونبص لك يا تصفيات الاكازيون يا بوايس ضناوي. بس 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 تسد يا فاترين شامله يا فرز اول بنزيول، حلال على الله طلع عايشين يشرب بقى طول عمره. انت اسمك ايه يا بت؟ اسمي نعمه يا روح انس. نعمه؟ طيب ممكن ابوسك واحطك جنب الحيط؟ بوستك غصب عني. واجب العربي يطلع لي قدام هنا، واجب الحساب ارجع ورا اقف الصف اقف الصف. واجب حساب تاني اعدادي سميره الاوزعه 75 قرش تسليم بكره. محمود ابو بربور واجب عربي 5 ابتدائي تسليم بعد ساعتين يا بربور. سعيد الفاشل 5 مسائل كيمياء. ها يا فاشل يلا تسليم بعد ما يسقط. بسم الله ما شاء الله، ها ربنا فتح عليك من واسع اهو بنص يلا ها في التنصيص. ابو قسم. ابو قسم ايه وابو قتب ايه؟ اما انت هتنقي عليا ولا ايه؟ ما كفايه بتقلبيني في البيت، هتبقى انت وابويا والبلديه عليا. سيبينا بقى نشوف مصلحه، ده الايد البطاله ريحتها وحشه. صباح الفل يا ابو رانيا، تعب الحاجه معاكي وجايبها لي ايه يا رانيا؟ ايه ده تفضل وتكامل. ماشي تكامل الثمن 3 بوسات. اللي تدفعيه يا رانيا تدفعيه. التسليم عندي في البيت، ما تعبيش ابوكي وتجيبيه معاكي. سلام ابو رانيا. علي هقول له صفر. ايه يا عم اشتاين مجمع المدارس اللي انت فاتحه ده؟ ايه هلا مالك يا في ايه يا خلاص يا عم الخوجة عندنا نحتي عايزين نجهزولها. طيب لسه بدري ايه انت جاي تقلبوني ولا ايه؟ خلاص بقى قسم يا عمدة قسم بس من غير صداع. قول يا هيمة قول. مكرمني مرن مقبل المدبر معا. مع مين يا كجلمود صخر حطه السيل منين يا من علي. علي
خد انا ايوه. تعال يا حنتيرة بصراحه شربتات خالص. اعرفكم رجب بيه التركي. نشأت بيه زهدي من كبار رجال الاعمال بالاسكندريه ومعجبين بيكوا على الاخر. يا اهلا يا اهلا برجال الاعمال. لعلمك يا باشا احنا بنحب ندفع عجله الاستثمار حتى لو فست. انا عايزكوا في شغل. بنتي بتلعب باسكت في سبورتنج وعندها بطوله بعد بكره، عايزكوا تعملوا لها اغنيه كده عشان ترفع راسها وسط زمايلها. ادي 500 جنيه لتون مصاريف. عديت ولا نعد يا باشا؟ تلاش يا باشا ما تلاش. ان شاء الله هنخليها تخرم الشبكه جوال. تخرم ايه؟ دي باسكت مش طايره. مخرومه اصلا. تلاش يا باشا ان شاء الله الاليسه هتكون مبسوطه قوي قوي وتقول لك ميرسي يا بابا. انما يا باشا يا بنت سيادتك اسمها ايه عشان خاطر الغنيه ولا هنعملها؟ هايدي. مش فاهم وجهه نظرك. بيتو يا جدع اسمها هايدي. بيتو. استغفر الله العظيم. مؤاخذه باشا بعون الله من نجمه هنكون هناك ان شاء الله. بس المكان فين؟ في الصاله المغطاه. ماشي يا باشا ان شاء الله. طب خد بالعافيه. يلا يلا خد بالعافيه دهوات سما باشا. عدوا على السكرتاريه وانتوا خارجين هتلاقوا الظرف بتاعكم هناك. بالراحه يا جلف. هي دي احلامنا اللي كنا بنحلموا بيها، فن الجميل والفرقه، ونوصل والصحافه تكتب عننا ونبقى مشهورين ونتغرى على بعض قوي وكل واحد فينا يقل مع التاني. هي دي الاحلام. انما صفصفت على ايه في الاخر؟ فرقه انفار، فرقه انفار غنى، زفه وانتخابات وطهور. كانت كنيله. ويعني كان بخطرنا؟ ما كله على ايدك يا محلم.